أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من تبع هداهم إلى يوم الدين. إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الإسلام في عيون المنصفين، الأندلس المفقود في عيون المنصفين. دعونا نعرض صورة لحضارتين، وإن شئت فقل حضارة وجاهلية. كيف كان حال الأندلس قبل الإسلام، وكيف صار حالها أثناء حكم المسلمين، وكيف صار حالها بعد الإسلام؟ دعونا نلجأ إلى الصفحة الأولى، حين وصل المسلمون بقيادة طارق بن زياد إلى الأندلس. ماذا فعلت الأندلس في استقبال هؤلاء الفاتحين؟ المستشرق الإنجليزي بلاسكو أبانيز، هذا المستشرق يحكي لنا عن استقبال الأندلس للمسلمين في كتابه في ظلال الكنيسة أو في ظلال الكادرائية. يقول: لقد أحسنت أسبانيا استقبال أولئك الرجال الذين قدموا إليها من القارة الإفريقية، يقصد المسلمين، وأسلمتهم القرى برمتها بغير مقاومة ولا عدا. الناس ما كانوا يحاربونهم، كانوا يستقبلونهم. فما هو إلا أن تقترب كوكبة من فرسان العرب من إحدى القرى حتى تفتح لها الأبواب. لماذا كان الناس يفتحون الأبواب للفاتح المسلم؟ بلاسكو أبانيز يقول: كانت غزواتهم غزوات تمدين وحضارة، لم تكن غزوة فتح وقهر. كانوا حملة مشعل الحضارة، كانوا حملة المدنية إلى الدنيا، لذلك فتح الناس لهم الأبواب. سمعة المسلمين سبقتهم إلى الأندلس. ماذا فعل المسلمون في الأندلس؟ يجيبنا المستشرق الإنجليزي ستانلي بول المتوفى في عام 1930، يقول: أنشأوا بها مملكة قرطبة العظيمة، فكانت أعجوبة العصور الوسطى، حملت وحدها في الغرب شعلة الثقافة والمدنية مؤتلقة وهاجة. المسلمون فقط هم الذين كانوا يحملون الشعلة. ماذا عن الآخرين؟ كانت أوروبا غارقة في الجهالة البربرية، كانت فريسة للشقاق والحروب. ستانلي بول، اسمح لنا أن نسألك، ماذا فعل الفاتحون؟ هل هم كغيرهم من الفاتحين يعيثون في الأرض الفساد؟ يجيب: يجب ألا يجول ببال أحد أن العرب عاثوا في البلاد أو خربوها بصنوف الإرهاق والظلم، كما فعل قطعان المتوحشين قبلهم الذين غزوا الأندلس. فإن الأندلس لم تحكم في عهد من عهودها بسماحة وعدل وحكمة كما حكمت في عهد العرب الفاتحين. لم تصل الأندلس إلى مجدها وحريتها كما حصل ذلك في عهد هؤلاء المسلمين القادمين من الشرق. وللأسف بعد خروج المسلمين ستعود الأمة الأسبانية إلى ما كانت عليه، وستفقد الفردوس المفقود، ستفقد الأندلس فردوسها وواقعها وحلتها الجميلة. دعونا نعرض لبعض الصور في الأندلس في زمن الحضارة الإسلامية. بلاسكو أبانيز يقول لنا: لم يتخلى أبناء تلك الحضارة زمنا عن فضيلة حرية الضمير، وهي الدعامة التي تقوم عليها كل عظمة حقة للشعوب. لقد قبل المسلمون في المدن التي ملكوها كنائس النصارى وبيع اليهود، ولم يخش المسجد من معابد الأديان التي سبقته. لماذا يخاف وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين؟ بل عرف لها حقها واستقر إلى جانبها غير حاسد لها ولا راغب في السيادة عليها.
لقد وصل المسلمون إلى الأندلس. ماذا فعل الفاتح المسلم في الأندلس؟ يجيبنا ستانلي بول، يقول: بنوا أعظم المدن، بنوا القناطر التي توصل المياه إلى المسافات البعيدة، بنوا ما يقرب من 50,000 قصر. عندما تتحدث في ذلك الزمان عن بلاد فيها 50,000 قصر، فأنت تتحدث عن مدن تعتبر مدن متقدمة جدا في ذلك الزمان. هذه المدن التي بناها المسلمون فيها أكثر من 100,000 بيت. المدن في ذلك الزمان مثل باريس كان يحكمها 30,000، كان يسكن فيها فقط 30,000 شخص، بينما نتحدث عن قرطبة التي يختلف العلماء في عدد سكانها في ذلك الزمان، هل كانوا 1,000,000 أم كانوا أقل من 1,000,000. عدد المساجد في قرطبة كان 700 مسجد. حمامات النظافة، المسلمون يهتمون بالنظافة، النظافة جزء من دينهم، فكانوا عندهم شيء اسمه حمامات تقام في الأسواق يذهب إليها الناس لأن الماء لا يصل إلى البيوت، فكان عندهم في قرطبة 900 حمام. لماذا؟ لأن الإسلام هو دين النظافة. ثم ينقل لنا ستانلي بول الصورة المقابلة. كان مسيحيو العصور الوسطى ينهون عن النظافة ويعدونها من عمل الوثنيين، إياك ثم إياك أن تتنظف. كان الرهبان والراهبات يفخرون بقذارتهم، كل واحد فيهم يفخر بأنه لم يغتسل منذ 20 سنة، الثاني يقول له: لا أنا أحسن منك، أنا 30 سنة ما اغتسلت. يقال بأن راهبة دونت في بعض مذكراتها في صلف وعجب، مبسوطة بحالها كثير، أنها إلى سن 60، عمر 60 سنة، لم يمس الماء منها إلا أناملها. الماء هذا لا تعرفه، لم تغتسل 60 سنة. ليش؟ لأنها قديسة. فقط أناملها. ليش؟ لأنها كانت تغمسها في ماء الكنيسة المقدس، فكانت القذارة من مميزات القداسة. هذه صورة، وعندك صورة المسلمين اللي عندهم في قرطبة 900 حمام. جاك ريسلر يحدثنا مرة أخرى عن قرطبة في القرن 10 الميلادي. كان فيها 500,000 من السكان، فيها 200,000 منزل، 60,000 قصر، 600 جامع ومسجد، 700 حمام، فيها 70 مكتبة. تخيل، اليوم تذهب في بعض المدائن فلا تجد 70 مكتبة. 70 مكتبة مكتبة عامة يرتادها الناس، مش لبيع الكتب، لكي يجلس الناس فيها فيقرؤون الكتب. كان الأوروبيون في ذلك الزمان يعجبون من كثرة شوارعها المرصوفة. شوارع قرطبة كانت مسفلتة، كانت مرصوفة. طيب، كان باستطاعتك أن تمشي في قرطبة 10 كيلومترات تحت ضوء المصابيح، يعني المدينة منورة في الليل. بعد هذا الحدث، يعني بعد القرن 10، انتظرت لندن 700 سنة لعام 1700 عندما كان فيها مصباح واحد. تخيل، في عام 1000 ميلادي كانت قرطبة مضاءة 10 كيلومتر في الليل تمشي، والشوارع كلها منارة. في عام 1700 كانت لندن ما فيها إلا مصباح واحد. هذا يعطيك الفرق الحضاري الهائل الذي كان بين المسلمين وكان بين، مش أقرانهم، بين من جاء بعدهم 7 قرون. نمضي فنقرأ شهادات المؤرخين وهي تقول لنا: الإنسان يقضي العجب من الهمة التي أقدم بها العرب على البحث. يا أخي، عجيبين هؤلاء المسلمين، إذا استولوا على مدينة صرفوا همهم إلى إنشاء مسجد وإقامة مدرسة، وإذا كانت المدينة كبيرة أسسوا مدارس كبيرة. هذا الأمر كان في الأندلس وكان في بغداد وكان في القاهرة، مدنهم فيها مختبرات ومراصد ومكتبات. نعود إلى أسبانيا، ماذا يوجد في أسبانيا؟ يقول لك: في أسبانيا وحدها يوجد 70 مكتبة عامة، مكتبة يفد إليها الناس ليتعلموا فيها، ليقرأوا فيها. كان في مكتبة الخليفة الحكم الثاني
600 ألف كتاب. نتحدث يا أخوان قبل عصر الطباعة، عندنا 600 ألف كتاب فقط في مكتبة واحدة من مكتبات الأندلس، مكتبة الخليفة الحكم الثاني. طيب نشوف على الضفة الأخرى، الملك شارل الحكيم بعد الحكم الثاني بأربعمائة سنة كان عنده مكتبة ملكية كبيرة كل اللي فيها 900 مجلد. بعد 400 سنة عنده 900 مجلد في مقابل 600 ألف قبل 400 سنة. طيب هذه الكتب ماذا فيها؟ ثلث ما فيها كتب تتعلق بعلم اللاهوت، لا تتعلق بالعلوم الطبيعية والعلوم التي كانت أيضا تحتاج إليها البشرية. جوزيف كيب وهذا مستشرق أمريكي له ما يقرب من 200 كتاب، ورجل توفي في عام 1940 تقريبا، يعتبر من فلاسفة أمريكا، يقول عن الأندلس: لم تكن هناك قرية صغيرة وإن كانت صغيرة جدا إلا وفيها تعليم، حتى أبناء الفلاحين كان لهم حظ من التعليم. يقول لنا: يتعذر أن يوجد فلاح أندلسي لا يعرف القراءة والكتابة. ما يمكن في الأندلس أن تجد إنسانا لا يعرف القراءة والكتابة. طيب ماذا في الضفة الأخرى؟ يقول: في ذلك الزمان ملوك أوروبا لا يقدرون أن يكتبوا أسماءهم، أن يكتبوا أسماءهم في توقيعاتهم. ملوك أوروبا ما بيعرف يكتبوا أسماءهم، والفلاح في الأندلس كان يعرف القراءة والكتابة. كذلك أشراف الروم في أعلى الطبقات ما كانوا يقدرون على القراءة والكتابة. كم نسبة الجهلة؟ 99% من نصارى العالم في ذلك الزمان كانوا أميين، في حين أن أطفال المسلمين كانوا يجيدون القراءة والكتابة. من أراد التعلم في العصور الوسطى كان عليه أن يجلس تحت أقدامنا، كان عليه أن يتعلم في مدارسنا. غوستاف لوبون يقول لنا: إذا رجعنا إلى القرن التاسع والعاشر الميلادي، الحضارة الإسلامية في أسبانيا كانت ساطعة جدا، بينما في الغرب مراكز الثقافة يا أخواننا في الغرب مراكز الثقافة كانت أبراجا يسكنها سنيورات متوحشون، هذه مراكز الثقافة، يفخرون بماذا؟ بأنهم لا يقرؤون، مفاخرهم أنهم لا يقرؤون، كما مر معنا عن تلك الراهبة التي تفتخر بقذارتها. إن أكثر رجال النصرانية معرفة كانوا من الرهبان المساكين الجاهلين الذين يقضون أوقاتهم في الدير وهم يكشطون كتب الأقدمين النفيسة، كتابات السابقة، يحتاجون إلى الكتب إلى الورق فيقومون بشطب ما فيها من علوم. هذا ما يفعله المثقفون منهم في ذلك الزمان. كيف استطاعت أوروبا أن تخرج من همجيتها؟ ولوا وجههم شطر العرب الذين كانوا أئمة وحدهم. المسلمون فقط هم كانوا قبلة الحضارة. من أراد أن يتعلم فعليه أن يأتي إلينا. غوستاف لوبون يقول: ليس لك مجال، عرب الأندلس وحدهم هم الذين صانوا العلوم والآداب التي أهملت في كل مكان. إلى بلاد الأندلس كان يذهب أولئك النصارى القليلون لطلب العلوم. إذا واحد بده يتعلم وين يروح؟ يروح للأندلس. لكن كم عدد أولئك الذين يتعلمون؟ كانوا قلة. البابا سلفستر الثاني واحد من تلاميذنا، وكان رجلا عالما في الطبيعيات، ولذلك كان الغرب، كانت أوروبا تعتبر هذا البابا مشعوذا، ويقال بأنه قتل مسموما. لماذا؟ لأنه أتاهم بشيء لا يعرفونه، وهو العلم الذي تعلمه من السادة المسلمين. ودارت الأيام دورتها كما هي الحال مع كل أمة، وتبدل الحال بعد الحال، ومضى بالركب قوم آخرون. ماذا حصل؟ أخرج المسلمون من أسبانيا. فما هي النتيجة؟ لنقرأ قول ستانلي بول
وهو يخبرنا عن نتيجة هزيمة المسلمين وخروجهم من أسبانيا. يقول: لم يدرك الأسبان أنهم قتلوا الأوزة التي تبيض لهم بيضة ذهبية في كل يوم. على واحد عنده أوزة في كل يوم تبيض له بيضة من ذهب، كل يوم كل يوم يأخذ بيضة، بعدين استعجل فذبح الأوزة من أجل أن يخرج ما فيها من البيض ففقد كل شيء. هذا ما فعله الأسبان حين أخرجوا المسلمين من الأندلس، لقد فقدوا المصباح الذي كان ينير لهم، الذي كان يصنع حضارتهم. فماذا حصل؟ بقيت أسبانيا قرونا في حكم العرب وهي مركز المدنية ومنبع الفنون، ثم بعد ذلك ذوت حضارتها عندما جاء هؤلاء الهمج فحكموها بهمجية وجاهلية استعادت أسبانيا إلى ما كانت إليه قبل قرون. يقول: بقيت حضارة العرب إلى بعد خروجهم من أسبانيا وضاءة لامعة، لكن ضوءها كان يشبه ضوء القمر الذي يستعير نوره من الشمس. ثم عقب ذلك كسوف بقيت بعده أسبانيا تتعثر في الظلام. إنا لنحس فضل العرب وعظم آثار مجدهم. نعم، كانت في عصور العرب أسبانيا تموج بالعلم والعلماء، وحينما نشعر بالركود العام بعد الرفعة والازدهار بعد أن خرج المسلمون العظماء الذين بنوا مجد الأندلس المفقود. غوستاف لوبون يتأسى عن اللحظة التي هزم فيها المسلمون الذين كانوا يريدون اجتياح أوروبا. لقد خسرت أوروبا بخسارة المسلمين في بلاط الشهداء في بواتيه، عندما هزم عبد الرحمن الغافقي أمام جيش الهمجي ريك مارتيل، فتأخر وصول الحضارة زمنا طويلا. غوستاف لوبون يقول: لنفرض جدلا أن النصارى عجزوا عن دحر العرب، لو ما دحروا العرب واستمر العرب ماذا يمكن أن يكون؟ يقول: كانت أوروبا ستكون في حضارة، لكن هزيمة العرب وهزيمة المسلمين هي التي منعت أوروبا من أن تتهذب، فوقعت فيها الحروب الصليبية، ووقعت فيها محاكم التفتيش، ووقعت فيها المذابح التي ذهب ضحيتها ملايين من الناس. حرب 30 عام من 1618 ل 1648 قتل فيها فقط في ألمانيا والنمسا ما يقرب من 7 ملايين إنسان. هذا التعصب كله كان يمكن ألا يحصل لو أن المسلمين حكموا أوروبا. فما هو تاريخ أوروبا بغير الإسلام وبغير الأندلس؟ نعم أيها الكرام، هذا الأنموذج الحضاري، هذا الفارق، هذه الهوة الحضارية تكشف لنا الفرق بين حضارتين، بين حضارة الإسلام وإذا صح أن تسمى حضارة، بين حضارة الجاهلية. يتجدد لقاؤنا بإذن الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت.